لا، شخصية سعد اللي انا قدامنا على بقول لك الشاشة ما انا دي عشان واللي كده بقول لك. بتطلع، لا دي غير شخصية سعد خالص يعني يعني. ممكن تقول تاني سعد عمل لك ايه بعد الجون اللي انت جبته؟ كان جون مهم جدا علشان خاطر يعني نقطة مهمة للنادي الاهلي في مشوار افريقيا، طبعا فبعت لك قال لك انت جبت جون لكن ما كنتش كويس. بيقول لي ما كنتش كويس يعني، قال لي لا ده مش كويس، مش هو ده اللي انا شايفه فيك، او مش ده طريقتك، او مش ده كريم اللي انا اعرفه، او اللي انا شفته من هو صغير، او اللي انا متنبأه ليه. فهو لقيته كلمته دي، انا ممكن في وقتها يمكن ساعتها اتضايقت، او ليه بيقول لي كده مع ان الناس كلها بتبارك لي، والناس كلها بتبارك لي على الجون وعلى الاداء وبتاع. فلقيت سعد بيقول لي الكلمتين دول، فممكن انا اتضايقت منه ساعتها. لكن بعد كده جه بعد ما لعبنا كام 4 5 ماتشات بعد الماتش ده، وجينا لعبت ماتش سيمبا وجبت جونين، جالي في الاوضه بعدها بعد ما رجعنا النادي كمان قال لي شفت بقى الفرق. ساعتها انا عرفت ان في فرق طبعا، قدرت الحته دي عنده قوي، ان هو خايف عليا، ان هو بيحبني، ان هو بيوجهني صح. لو هو شايف حاجه زيه زي الناس هيقول لي كويس وبتاع وخلاص، ان هو جاب جون ومبروك ليك الجون، لكن هو شايفني بصوره مختلفه. فانا وسعد عامه قريبين من بعض جدا، ففي بقى في عامه بينا توجيهات على طول. انا سعد على المستوى الشخصي بحبه جدا، لازم الناس تعرف ان سعد ده من فعلا من ارجل الناس اللي موجوده جوه النادي الاهلي، من ارجل اللعيبه اللي موجوده جوه النادي الاهلي. والصورة اللي الناس شايفاها دي مش، ده مش سعد خالص، ده مش سعد فعلا. طب انا عايز اجل معاك سعد شويه علشان عايز اسالك سؤال لما نيجي لسعد ساعتها ترجع تتكلم تاني عليه، لكن عايز اسالك